كولاجينوس اي سيراميداس، هادو جوج الاكتيبوس خصنا ندخلوهم في الروتين ديالنا اذا فوتنا سن 40 سنه. غتقولوا لي هنا علاش؟ حيت هاد جوج هاد المواد ماشي هما مواد اصلا، هما بارتيس في الكوربو ديالنا في الجسم ديالنا. كما كتلاحظوا في الصوره السيراميد واحد الجزء في الجلد ديالنا، كتشوفوا ملي كيكون الجلد ديالك مزيان كيكون السيراميد كاين بزاف في الجلد، ملي كيكون بدا كينقص هو البشره كتجف، يعني البشره كتكون دنياده مأثره. ملي كتكون بشره اتوبيكا كنقولوا لا اتوبيكا، يعني كيكون نسبه السيراميد كتنقص في البشره ديالنا. ملي كينقصنا السيراميد شنو كيوقعنا؟ كيوقعنا بزاف تجاعيد، ترهل البشره. نفس الشيء كيوقع لنا الكولاجين، كتلاحظوا البشره ملي كيكون فيها الكولاجين بزاف كيفاش كتكون مجبده ومزيانه، ولكن الكولاجين ملي كيبدا ينقصنا في الجلد ديالنا يعني كيبقاو لك تجاعيد. يعني السيراميد والكولاجين هما المسؤولين على الإيلاستيتي ديال البشره، هما المسؤولين على مرونه البشره، هما المسؤولين على يعني البشره ديالك تكون فيرميثه مجبده. يعني ماشي هما الكولاجين والسيراميدات مسؤولين على نضارة البشرة ولا تصبغ، هذيك حاجة أخرى. يعني ضروري ملي كيوقعنا ملي كنبداو نتقدمو في السن يعني كيبداو يبانو الأعراض أخرى، ولكن ملي كنعطيو البشرة ديالنا الكولاجين اللي كيكون مزيان ونعطيوها السيراميدات، هتعرف البشرة ديالك هتكون محمية بزاف د المشاكل. والسؤال اللي طرحوه عليا هنا، ملي غنجيبو السيراميدات وملي غنجيبو كولاجينو؟ كما كنعرفو ما كاينش كريمات ديال الكولاجين. مهم، كما كنعرفو حنا الكولاجين نقدروا نشربوه ونقدروا ندهنوه، ولكن على البشره كيكون كولاجينو هيدروليثازو، ما يمكنش الكولاجين كندهنوه على البشره ديالنا، كتكون كريمات مكتوب عليها كولاجين هيدروليثازو. والسيراميدات كذلك يكون سيرومات ديالها. هتقولوا لي هنا واش كنقدروا نخلطوها مع الريتينول فيتامين سي؟ نعم، هما عاملين فحال مرطبات فحال الكريمات، يعني فحال اذا شريتو سيروم ولا شريتو كريمه، يعني كريمه ديال الكولاجينو او لا كريمه ديال السيراميد ولا سيروم ديال السيراميدات، كنقدروا نعملوهم مع جميع الاكتيبوس، ما عندناش مشكل نهائيا. كيكون عندنا المشكل هي فقط تسلسل المنتجات، يعني كما سبق لي هضرت لكم يعني شنو كنسبقوا، واش الريتينول ولا بور اكزومبلو الكولاجين، يعني هذه اللي خصكم تعرفوها. اليوم هنعطيكم بعض امثله بسيطه من السيرومات والكريمات اللي فيها السيراميدات والكولاجين، وخصكم تعرفوا اي بشره تشوف بانها بدات كتنقص لها الفيرميثه، بداو كيبانوا عليها التجاعيد، كتحس بحال البشره ما بقاتش شاوره في الموطع ديالها، يعني هادوما الاكتيبوس المهمين اللي خصها تبدا بهم الروتين ديالها. واحد السؤال اللي هتطرحوا عليا، هتقولوا لي هنا والبيبتيدوس اللي دائما كتظن على البيبتيدات؟ البيبتيدات هما كيكونوا بارتيس طامبيان ديال البشره ديالنا، هما اللي كيحفزوا لنا الكولاجين ديال البشره ديالنا، يعني حتى هما مهدكين الاساس ديال البشره ديالنا. اول واحد اللي معروف هو البيبتيدو دي كولاجينوس، هو شكون هو الاسم ديالو معروف؟ الماتريكسيل، هذاك البيبتيد ديالو ديال كولاجينو. يعني بمعنى هتقول لي هنا كيفاش ندخلوه اذا بغينا نعملوه مع الكولاجين؟ يعني اول حاجه كنبداو البيبتايد ديالنا، اي سيروم ديالنا البيبتايدات كل واحده شنو عندها، الماتريكسيل اللي عندك في الدار الارجلاين، وموراه كنعملو اون كريما بوينا بور اكزومبلو ديال الكولاجينو مثلا، او السيروم ديال السيراميدات. غير حاجه اللي بغيت نقول لكم، راه بزاف كاين في الاسواق يعني السيراميدات، تقدر تشريها باي نوع، سيرومات ولا كريمات، يعني على حسب الاحتياجات البشره ديالك. كانت بشره حساسه جافه يعني كنفضل يكون سيروم، يعني كيتابسور بها احسن، بحال الامثله اللي كنزل لكم انا دابا مثلا. الكريمات كذلك يعني تقدروا تعملوها في الوقت اللي بغيتوا، ولكن كنفضل ما تعملوش كلشي دقه واحده. يعني ملي كتبغيو تشريو مثلا سيروم فيه سيراميدات مثلا، راه كتختار يعني هتشري واحد وهنجرب واحد، وتقدر تجبر داك السيروم اللي فيه السيراميد هتجبر فيه واحد نسبه ديال الاسيد هيالورونيك، وهتقدر تجبر فيه حتى البيبتايد. ملي كنقراوه كنجبروا فيه هاد المواد يعني بلا ما نضيفو كذلك عليه البيبتايد اخر، اولا نقدروا نشريو كريمه فيها الكولاجينو
مثلا بحال انا شيك بون كتعجبني بزاف، يعني واحد اللي يقدر يشريها يشراها، جات له حساسية ولا عملت له مشاكل اولا بشره دهنيه، عندها كريمات اخرين تقدر تشري كولاجين هيدروليثاز ولا سيرومات. ولكن ردوا البال من البرودكتوس مثلا، راه كاينين مكتوب فيهم بعض المرات كتجبر هي الكولاجين، وبعض المرات كتجبر البيبتايد والكولاجين، يعني كيغنيك باش تعمل شي ماده اخرى. مهم، انا هادو هما بعض الاقتراحات ديالي، ولكن انا الهدف ديالي من هاد الفيديو تعرفوا شنو هما السيراميدات، تعرفوا شنو هما الكولاجين، وتعرفوا شنو هما البيبتايدات، يعني الفرق بيناتهم. كنتمنى كون شرحت لكم بطريقه مبسطه وفهمتوا الشرح ديالي. لاول مره صدفت قناه منذ دهناء، ما تبخلش عليا باللايك والاشتراك باش دائما يوصلك الجديد ديالي.